لا اليوم راح نكمل الدرس الخامس مع طالبات الصف الثامن باء في أكاديمية الميقات الإسلامية، وعنوان درسنا هو أنواع الحواسيب. أنواع الحواسيب، تمام؟ للحواسيب تصنيفات كثيرة ومختلفة حسب استخدامها وحسب حجمها ومواصفاتها وقدراتها وطبيعة استخدامها وتكلفتها وغير ذلك من التصنيفات. ويتعين التنبه إلى أن التصنيف الذي سنعرضه بناء على حجم الحواسيب ومواصفاتها وقدراتها هو تصنيف نسبي، يعتمد على إيش؟ على الزمن الذي ظهر فيه، وذلك لأن التقدم المتسارع في التكنولوجيا يجعل هذا التصنيف متغيرا. تمام؟ هنتعرف على أنواع الحواسيب. أنواع الحواسيب تقسم إلى قسمين بنات ثامن، تقسم إلى حسب الحجم وحسب طبيعة الاستخدام. حسب الحجم، تفضلي يا غادة. حسب الحجم تقسم إلى 4 أقسام: حواسيب مصغرة، حواسيب كبيرة، حواسيب متوسطة، وحواسيب فائقة. ممتازة. طيب حسب طبيعة الاستخدام، تفضلي يا ليان. حسب طبيعة الاستخدام، حواسيب ذات استخدام عامة، حواسيب ذات استخدامات خاصة. هسه رح نتعرف على الحواسيب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والفائقة، وشو هن الاستخدامات العامة والاستخدامات الخاصة. الحواسيب المصغرة، يمكن الكل بيعرف شو الحواسيب المصغرة، لأنه هاي الحواسيب اللي احنا بنستخدمها كمواطنين أو كعملاء. غالبا ما تسمى الحواسيب الشخصية اللي هو البيرسونال كمبيوتر، حاسوب شخصي. حاسوب اسمه بيرسونال كمبيوتر أو شخصي، يعني يخدم شخص واحد، لأنها مستخدم لأنها مصمم ليستخدمها شخص واحد في اللحظة الواحدة. وتكون وحدة المعالج المركزية في هذا النوع شريحة معالج مايكروي مهمة، يخدم شخص واحد وشريحة معالج مايكروي واحدة. ويتبع هذه الفئة كثيرة من أنواع الحواسيب المعروفة، مثل زي الحواسيب المكتبية اللي احنا بنشوفها، اللي مثلا عندنا في المختبر اللي هو البي سي بيحكوا له، أو البيرسونال كمبيوتر أو الديسكتوب كمبيوتر. وهي الحواسيب التي تكون فيها شاشة الحاسوب منفصلة ولوحة المفاتيح والفأرة منفصلة عن وحدة النظام، مثل أجهزة الحواسيب الموجودة عندنا في المختبر. أما النقطة بقى، يلا تفضلي يا عصمت. يلا عصمت، نحول هي أستاذ، تفضلي. أستاذ بس أي صفحة؟ لأني كنت أسألك بس عشان كنت تحكي. 35. الحواسيب المكتوبة هي الحواسيب التي تكون فيها الشاشة الحاسوبية. الحواسيب المحمولة بقى. الحواسيب المحمولة هي أصغر حجما من الحواسيب المكتوبة، يمكن حملها وتشغيلها بذلك ويشغلها عن طريق البطارية الخاصة، كما أن الوحدة الرئيسية والشاشة الحاسوب لوحة المفتاح والفأرة متصلة معا في وحدة واحدة يمشي بشكل 1:36 حاسوبا محمولا. ممتازة. الحواسيب المحمولة هي اللابتوب، الكل بيعرف اللابتوب اللي بيكون فيها الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة ووحدة النظام مترابطات مع بعضهم البعض في قطعة واحدة، صح؟ ويسهل نقله ويعتبر اسمه حاسوب محمول. النقطة جيم، وهي الأجهزة اللوحية. تفضلي يا رند هناندة. هناندة تفضلي. أستاذ، الأجهزة اللوحية هي الحواسيب المصغرة الصغيرة الحجم خفيفة الوزن، وتحتوي الشاشة لمس، تستخدم لإدخال وإخراج. بنات، أجهزة اللوحية يمكن بتعرفوها، الكل بتعرفها، التابلت تمام، وهو حاسوب، يعتبر حاسوب صغير الحجم، تمام، والشاشة بتكون فيه تاتش، يحتوي شاشة لمس يستخدم للإدخال والإخراج. هاي الحواسيب المصغرة. خلينا طب نتعرف على الحواسيب المتوسطة. شو يعني حواسيب متوسطة؟ احنا حكينا حواسيب مصغرة اللي هو بيرسونال كمبيوتر بيخدم شخص واحد، ويكون المعالج المايكرو فيه واحد عشان يخدم شخص واحد، تمام. في منه اشكال اللي هو الاجهزة اللوحية، من التابلت او اللابتوب او البيرسونال كمبيوتر اللي هو جهاز شخصي. طب الحواسيب المتوسطة، تفضلي يا استاذ، بس قبل ما تبلش حابب سؤال، بدي اسالك شغله. نخطط هدول بيكونوا كميزات وتعريف في نفس الوقت، صح؟ اه طبعا. ممكن تقولنا اذكري ميزات او التعريف؟ بالضبط.
الحواسيب المتوسطة. تفضلي يا جود. أستاذ، الحواسيب المتوسطة. نعم. 36. عندنا حجم هذا النوع ومواصفاته أكبر من الحواسيب المصغرة وأكثر تكلفة، ويمثل الشكل أحد الحواسيب المتوسطة، ويمكن أن يستخدم الحاسوب المتوسط أكثر من المستخدم في الوقت نفسه. يسمى المستخدمين المرتبطة بالحاسوب المتوسط والمحطات الطريفية، تتكون في الغالب من شاشة ولوحة مفاتيح فقط، من دون وجود وحدة معالجة مركزية خاصة بها، لأنها تعتمد في العمليات المعالجة على حاسوب المركز الذي ترتبط به. بس إذا الحواسيب المتوسطة هي حواسيب مواصفاتها أكبر من المصغرة، تمام، وتكلفتها أكثر، ويمثل أحد الحواسيب يتفرج على الشكل، ويمكن أن يستخدم الحاسوب المتوسط أكثر. بس دقيقة، أكثر من المستخدم في نفس اللحظة. الحاسوب المتوسط يتيح للأشخاص، يتيح لأكثر من شخص استخدام الحاسوب في نفس الوقت، غير عن الحاسوب المصغر. وتسمى أجهزة المستخدمين المرتبطة بالحاسوب المتوسط اسمها محطات طرفية. المحطات الطرفية يعني في عندنا الجهاز المتوسط أو الحواسيب المتوسطة، الحاسوب المتوسط مربوط فيه أجهزة طرفية، والأجهزة الطرفية هي يتم استخدامها من قبل الأشخاص أو المستخدمين، تمام، ويمكن لأكثر من شخص استخدامه في نفس الوقت أو في نفس اللحظة، في نفس الوقت أو في نفس اللحظة. وتتكون في الغالب من شاشة ولوحة مفاتيح وفأرة، شاشة ولوحة مفاتيح فقط، من دون وجود وحدة معالجة مركزية خاصة بها، لأنها تعتمد في عملية المعالجة على الحاسوب المركزي. مش احنا حكينا أجهزة طرفية، حاسوب مركزي اللي هو المتوسط مركزي، وبعدين عليه أطراف أو أجهزة طرفية بيستخدموها الأطراف اللي هو أكثر من شخص في نفس اللحظة، تمام. هاي هي الحواسيب المتوسطة. طب ما هي الحواسيب الكبيرة؟ الحواسيب الكبيرة، تفضلي يا رنيم. هي حواسيب ذات حجم كبير وقدرات معالجة وتخزين عالية وتكلفة كبيرة، ويستخدم الحاسوب الكبير أكثر من المستخدم في الوقت نفسه كما في الحاسوب المتوسط، لكن الكفاءة أكبر، إذ يمكن للحاسوب تنفيذ طلبات المعالجة لبضع مئات من المستخدمين في وقت واحد، ويستخدم في المؤسسات الكبيرة ليكون جهازاً خادماً، حيث تعالج البيانات وتخزن في نقطة مركزية واحدة، وتقوم الحواسيب المرتبطة بالحاسوب المركزي الخادم عبر الشبكة باستخدامه لمعالجة البيانات وتخزينها. ممتازة. إذا الحواسيب الكبيرة هي حواسيب تقريبا نفس الحواسيب المتوسطة ولكن بشكل أكبر، وهي حواسيب ذات حجم كبيرة وقدرات معالجة وتخزين عالية جدا، وتكلفتها كمان أيضا كبيرة لأنها بتخدم أكثر من شخص في نفس اللحظة. ويستخدم الحاسوب الكبير أكثر من المستخدم في الوقت نفسه كما احنا حكينا هسه، بكفاءة أكبر، يعني زي الحواسيب المتوسطة ولكن الكفاءة بتكون أعلى. آي ثامن، الكفاءة بتكون أعلى، إذ يمكن للحاسوب تنفيذ طلبات المعالجة لبضع مئات من المستخدمين. يعني إذا الحواسيب المتوسطة بتستقبل 20 مستخدم في نفس اللحظة، الحواسيب الكبيرة بتستخدم 100 مستخدم في نفس اللحظة، تمام. عرفنا شو الفرق؟ أستاذ، ليش؟ يعني الحواسيب الكبيرة بتعالج عدد أكبر من العمليات عن الحاسوب المتوسط. أوكي. وتقوم الحواسيب المرتبطة بالحاسوب المركزي أو الخادم عبر الشبكة باستخدامه لمعالجة البيانات وتخزينها. ويمثل الشكل، تفرج على الشكل، هذا هو الحاسوب، هذا هو الشاشة ولوحة المفاتيح مرتبطة في تحتها، هذا اللي تحتها هذا حاسوب كبير، هذا جزء من الحواسيب الكبيرة اللي تحت الشاشة، شايفينه الكبير هذا زي الطاولة. ثامن، هاي هي الحواسيب الكبيرة. طب ما هي الحواسيب الفائقة؟ الحواسيب الفائقة نفس مبدأ الحواسيب الكبيرة ولكن بسرعة أعلى جدا وعدد المستخدمين أكثر جدا، ويستخدم في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للتحكم في المركبات الفضائية بسبب سرعة معالجه. وتبنى بعض الحواسيب الفائقة بوصل عدد كبير جدا من المعالجات بعضها مع بعض، يعني بشبك يعني معالجات كثيرة ومعالجات ميكروية كثيرة مع بعض البعض. أما الجهاز المصغر، هو الجهاز المصغر بيحتوي على معالج مايكرو واحد، أو أما الجهاز الحواسيب المتوسطة
بيحتوي على عدة معالجات ميكروية، الحواسيب الكبيرة أكثر، الحواسيب الفائقة أكثر وأكثر. تمام؟ تمام. اتفرجوا على الشكل صفحة 37 اللي هو الحاسوب الكبير، شايفاته بنات؟ أستاذ بدك معناها بالإنجليش؟ حواسيب؟ حواسيب عادي عادي عادي، إنه يعني قصدك إنك بدك تحفظي إنه مثلا المايكرو كمبيوتر وميني كمبيوتر وميني فريمز وسوبر كمبيوتر. لا عادي، لو بالعربي عادي ما عندي مشكلة. أوكي. طيب هيك خلصنا استخدامات الحواسيب. تصنيف الحواسيب، أنت بتحكي لي يا أستاذ إنه تصنف الحواسيب إلى استخدامات عامة واستخدامات خاصة، ما هو الفرق بين الاستخدام العام والاستخدام الخاص بالنسبة للحاسوب؟ تفضل يا ياسمين. الحواسيب باستخدامات عامة، في هذا النوع يكون الحاسوب مستقلاً عن أي أجهزة أخرى مثل الحاسوب الشخصي، ويمكن أن يستعمل في تصميم العروض التقديمية لبعض الدروس أو التعلم باستخدام أقراص مدمجة تتضمن برامج تعليمية أو كتابة التقارير والأبحاث أو الترفيه وغير ذلك من الاستخدامات. ممتاز. إذا حاسوب باستخدامات عامة يكون مستقلاً عن أي أجهزة أخرى مثل الحاسوب الشخصي، ويمكن أن يستعمل في تصميم العروض التقديمية لبعض الدروس والتعلم باستخدام أقراص مدمجة تتضمن برامج تعليمية أو كتابة التقارير والأبحاث. إذا استخدامات عامة اللي هو للمواطنين ككل، إنه الكل بيستخدموا جهاز اللابتوب. يعني مثلا أنا والعشر طالبات، أنتوا نروح على محل الكمبيوتر، كلنا بنشتري كمبيوتر صح؟ كل واحد كمبيوتر، ليش؟ لأن الكل بيحتاجه. طيب الحواسيب ذات استخدامات خاصة، شو الفرق بين العام والخاص؟ الخاص يكون الحاسوب مدمجا في أجهزة أخرى مثل المعالجات الميكروية، يعني زي الغسالة زي الثلاجة، مش هسه الغسالة صارت عندنا أوتوماتيك وفي عندنا كبسات وكذا، وهذا هذا معالج ميكرو أو هذا حاسوب مصغر عليها. تمام، الميكروويف، الثلاجة، السيارة. تمام، في عديد من الأجهزة حولنا، وتحتوي معظم الأجهزة الحديثة على معالجات مصغرة وشرائح ذاكرة تنظم عمل هذه الأجهزة للحصول على الأداء الأفضل. يعني هسه إذا شفنا الغسالة مثلا ممكن تغسل بعد ساعتين أو تغسل بكرة مثلا وقت أنا بكرة تشتغل، والميكروويف مثلا بعد نص ساعة يسخن، الثلاجة مثلا إنها تشتغل مثلا في الليل تفصل. تمام، هذا كله من خلال المعالج الميكروويف أو اللي هو خاص في الحواسيب أو اللي هو جزء من الحواسيب. وفي هذه الحالة تستعمل معالجات ميكروويف ضمن الجهاز الذي دمجت فيه فقط، ليش؟ لإداء المهمة الموكلة فيه أو المنوطة بذلك الجهاز، زي السيارة أو غسالة الملابس أو فرن الميكروويف أو آلة الخياطة. تمام؟ تمام. 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 في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال لكم؟ لا. لا. أوكي، وأسألت الدرس، أسألت واحد إحنا حلناها المرة الماضية اللي هو أوكي. الدوائر، وما راح أطلب منكم أسئلة الدرس. هيك ما في سؤال عندكم بنات؟ لا أستاذ. لا. جميع أكيد. أكيد.